السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر والإعدادي الوحدة العاشرة من الدرس الأول للرابع من صفحة 172 لصفحة 194. انتظرونا. صفحة 172. 1. The walls، يعني الحوائط، of the ancient houses، المنازل القديمة، were made of، كانت مصنوعة من ايه؟ نقط in دير المدينة، في قرية دير المدينة. المنازل دي كانت مصنوعة من ايه؟ معمولة من ايه؟ يعني بريكس الطوب، قوالب الطوب. 2. The ancient Egyptians، المصريين القدماء، built بنهم نقط for making bread، عشان يعملوا خبز في المطابخ بتاعتهم، in their kitchens، بنهم ايه بقى؟ ovens، بمعنى افران. 3. You can turn on، ممكن انك تفتح ايه؟ the نقط to get water، للحصول على الماء، تاب الحنفية، الصنبور. 4. The wall، الحائط، is made of، الحائط معمول من ايه؟ ستون، الحجر. 5. My knot is made of leather، يعني ايه اللي عندي؟ مصنوع من الجلد، المحفظة، يبقى wallet. 6. What color، ما اللون، did they، اللي هم ايه؟ نقط their houses، منازلهم، اللي ايه؟ قاموا بطلاء منازلهم باللون ده، يطلي يعني بنت. ما هو اللون ده بقى؟ 7. expensive car، expensive يعني غالي، وبعدين نقط are made of leather، مصنوع من الجلد، يبقى ليه؟ مقاعد السيارات الغالية، يبقى seats، تبقى مصنوع من الايه؟ من الجلد. 8. نقط is the material، اللي هو المادة، from the skin of animals، من جلد الايه؟ الحيوانات، اللي هو طبعا ايه؟ leather، اللي هو الجلد المدبوغ، طبعا معمول من جلد الايه؟ الحيوانات. صفحة 173. 9. نقط are made of cotton، مصنوع من الايه؟ القطن، اللي هي الايه؟ الوسادات، المخدات يعني، cushions. 10. most windows، معظم النوافذ، الشبابيك، are made of، بتكون مصنوعة من ايه؟ جلاس، الزجاج. 11. نقط is a soft material، هي مادة تكون ايه؟ يعني ناعمة، الايه؟ الملمس كده. that is made from، مصنوع من، the hair، شعر of sheep، اللي ايه؟ الاغنام، والماعز، اللي هو طبعا الصوف، wool. 12. the knot is the top part، هو الايه؟ الجزء العلوي، of a building، للمبنى، يبقى السطح، roof. 13. most children's toys، معظم لعب الأطفال، are made of، مصنوعة من، هتكون مصنوعة من ايه؟ بلاستيك، اللي هو ايه؟ طبعا البلاستيك. 14. teaspoons، اللي هي معالق الشاي، and some pots، وبعض اللي هي الأواني، are made of، بتكون ايه؟ مصنوعة من، طبعا هتكون مصنوعة من ميتال، المعدن. 15. my house، منزلي، is about 3 كيلومترز، حوالي 3 ايه؟ 3 كيلومتر، ايه بعده يعني؟ اواي، على بعد كيلومتر. صفحة 177، وديت اسئلة الجرامر القواعد. 1. ذا سوفا، الكنبة، وبعدين نقط ميد اوف ليذر، مصنوع من الايه؟ الجلد. الكنبة دي ايه؟ مفرد، يبقى تاخد از، تكون مصنوعة من. 2. ذير، وبعدين نقط اني رايس ان ذا كيتشن، يعني ما كانش فيه ايه؟ اي ارز خالص، فين؟ في المطبخ. عندي هنا رايس، دي مفرد، تمام، مفرد ايه؟ لا تعد، كلمة ايه؟ لا تعد، هنختار لها وزند، لما يكون هناك اي ارز، فين؟ في المطبخ. 3. there were trains، يعني ايه؟ كان في قطارات، سنة كام؟ 1900، يبقى الكلام كله عن الماضي. there، وبعدين not any TVs، بس ما كانش فيه ايه؟ اي تلفزيونات خالص. يبقى هنا الكلام عن ايه بقى؟ عن الماضي. نركز مع بعض، TVs ديت ايه؟ جامع تلفزيونات يعني، يبقى هنختاروا لها ايه؟ جامع للماضي، تبقى weren't. 4. in ancient Egypt، في مصر القديمة، يبقى الكلام عن الماضي هنا، there، وبعدين نقط a village، كان في قرية اسمها ايه بقى؟ دير المدينة، كلام عن الماضي، و village دي قرية، دي ايه؟ مفرد، يبقى اختاروا لها was، كان هناك قرية. ايه رقم 5. the ban، اللي هي
يعني المقلاة يعني and the statue والتمثال are وبعدين not of metal، عايز اقول ايه مصنوعين من are، ويجي معاها ايه حاجة اسمها التصريف التالت هتبقى made، are made بمعنى مصنوعة من للايه الجامع. رقم 6 there وبعدين not any computers in the past، يعني ما كانش فيه كمبيوترات فين في الماضي. تمام نركز سوا، in the past يبقى دي ماضي خلاص، وكمبيوتر زيت ايه جمع يبقى تاخد ايه للماضي weren't. رقم 7 what وبعدين نقط the things الاشياء، ما هي الاشياء اللي في الايه في اللي في الصور ديت made of مصنوعة من ايه، هنا برضك عندنا ايه الاشياء ديت جمع يبقى تاخد ايه للجمع are. 8 there وبعدين نقط both قوارب in ancient Egypt في مصر القديمة، عندنا هنا برضك in ancient Egypt يبقى حاجة في الايه في الماضي، وبوث دي قوارب يبقى اذا ديت ايه جمع يبقى هنقولهم وير، كان هناك قوارب فين في مصر القديمة. رقم 9 إيه هنا بيقول لي I am not sure يعني انا مش متأكد، I think اعتقد نقط made of cotton انها مصنوعة من الايه من القطن. طيب هنا عندي دي ايه ميد، دي حاجة اسمها التصريف التالي، يجي قبلها ايه بقى، يجي قبلها فيرب تو بي هنا عشان نقول ايه مصنوعة من اتس، الابوستروف اس دي طبعا اختصار لايه اختصار لإز. طب ما هنا هتقول لي از ات، لا دي لو هي سؤال، لو في هنا علامة استفهام. رقم 10 there وبعدين نقط any cars in ancient Egypt، معنى الكلام ما كانش في اي سيارات خالص في مصر القديمة، مصر القديمة ancient يبقى الكلام عن الايه عن الماضي، وكارز ديت جمع يبقى ايه جمع وكمان ايه نفي للماضي هتبقى الاجابة ورنت. السؤال اللي بعده read and correct، اقرأ وصحح، الاجابة جاهزة بس نفهم السبب. رقم 1 وير هتبقى ووز، ليه؟ عشان هنا the stone age ديت مفرد اللي هو العصر الحجري. 2 ميك هتبقى ميد عشان اقول ايه بقى مصنوع من، تبقى از ميد يبقى الاجابه ميد. 3 من فيها هتبقى ويرنت عشان عندي هنا اني عرفنا الجمله منفيه. 4 معنى الكلام هنا وين هتبقى وات، يقول ايه الشنطه بتاعتك مصنوعه من ايه يبقى وات. 5 ارنت دي هتبقى للماضي هتبقى ويرنت، ليه عندي هنا بيقول ان انشنت ايجيبت مصر القديمه. 6 is هتبقى are عشان glasses ديت جامعة. 7 some هتبقى any لأن الجملة منفية ففي النفي بنجيب any. 8 is دي هتبقى are لأن الايه المقص ده ايه جامعة وآخرها is تعمل معاملة الجامعة. صفحة 178 أول سؤال ده listening استماع، ندخل على السؤال اللي بعده اختياري 1 نقط is a hard material هي مادة ايه صلبة كده used for يستخدم ليه making cars صنع السيارات يبقى المعدن metal. 2 many chairs كراسي كتير are made of يكون مصنوع من الايه wood الخشب. 3 النقط Egypt في مصر ايه people used الناس استخدمهم ببيرس اللي هو الايه ورق البردي للكتابة بقى في مصر القديمة ancient. رقم 4 What do you know about the stone؟ ماذا تعرف عن ايه ستون ايه؟ ستون ايج العصر الحجري. 5 We have a أو an نقط to عندنا ايه عشان نطهي في الطعام اللي هو فرن يعني oven. 6 In ancient Egypt مصر القديمة there was كان في ايه a أو an نقط called دير المدينة كانت ديت قرية بقى village اسمها دير المدينة. 7 most bags معظم الحقائب are made of بتكون مصنوع من الايه من الجلد leather. صفحة 179 8 there وبعدين not a lot of traditional houses in the past يعني كان في ايه بقى كثير من المنازل التقليدية في الماضي، في الماضي يبقى ديت ايه ماضي والمنازل ديت ايه جامعة تاخد ايه وير.
كانوا للجامعة. رقم 9، where there، دي بقى سؤال صح، نجيب فيه any، يعني هل كان هناك any kitchens، أي مطابخ في الماضي. 10، what's your shirt made، طبعا made of احنا عارفينها بقى، القميص بتاعك مصنوع من ايه. السؤال اللي بعده read and correct، اقرأ وصحح نفهم سبب الإجابة. 1، بنقول طبعا made of، لما يجيب لي هنا مادة مصنوع من الزجاج تبقى of. 2، is ديت هتبقى ار، جامع ليه عشان seats المقاعد جامعة يعني تاخد ار. 3، was هتبقى وير، لان تابس ديت ايه، جامعة حنفيات بتاخد وير. 4، الجملة ديت منفية عشان عندي هنا ايه، اني، عشان كده هخلي وير هتبقى ويرنت. صفحة 187، 1، نقط هيلب اس، تساعدنا تو بريديوس الكتريسيتي، لإنتاج الكهرباء، تبقى سولار بانلز، الألواح الشمسية. 2، بيبول وونت يوز، الناس مش هتستخدم اويل البترول ان ذا فيوتشر، في المستقبل، سو لذلك they will use، لذلك هيستخدموا ايه، نقط كارز، السيارات هي electric cars، السيارات الكهربية اللي بتدور بالكهرباء يعني. 3، نقط كارز هي السيارات go without a driver، يعني ايه، بتدور بدون سائق، اللي هي driveless cars، سيارات بدون ايه، بدون سائق. 4، driveless cars، سيارات بدون سائق، will be safer، سوف تكون أكثر أمانا، أأمن يعني، and there won't be any، في الحالة دي مش هيكون في أي إيه، أي حوادث، يبقى accidents. 5، the not is a machine، هي ماكينة، آلة يعني، that can fly، يمكنها الطيران، but it doesn't have a pilot، بس ما فيهاش طيار، اللي هي إيه، طائرة بدون طيار، drone. 6، a nice temperature، اللي هي درجة الحرارة اللي بتكون لطيفة، مالها دي بقى، that is hot، بتكون يعني ايه، ساخنة، but not too hot، بس مش ساخنة قوي يعني، is cold، تسمى يبقى دافي يعني، warm، كل ده تعريف ايه، warm، دافئ. 7، to build a house، لبناء منزل، you think of، انت بتفكر في ايه، the design، التصميم بتاع البيت ده، and the نقط you will use، واللي انت هتستخدمها، والمواد الخام اللي هتستخدمها، materials، عشان تبني. صفحة 188، 8، I want a good، انا اريد ايه، جيد، نقط to design my villa، عشان ايه، صمم الفيلا بتاعتي، انا عايز ايه، مهندس معماري جيد، architect. 9، students، الطلاب، in the future، في المستقبل، won't need، مش هيحتاجهم، to go to schools، ان هما ايه، يروح المدرسة، they will depend on، هيعتمدوا على روبوت ايه، روبوت teachers، يعني ايه، معلمون آليون، هما اللي هيعلموهم. 10، the opposite، العكس من كلمة ordinary، يعني عادي، عكسها ايه، special، خاص، مميز. 11، a nice temperature، لسه قايلينها ديت، هتبقى الإجابة warm، دافئ. 12، أو آن، وبعدين نقط، is a natural event، اللي هو حدث ماله بقى، طبيعي، فجأة يعني، زلزال كده، earthquake، زلزال. 13، أو آن، وبعدين نقط، is a house، ده منزل، that is made of، يعني معمول من ايه، ايس، الثلج، اند سنو، والجليد، يبقى ده منزل ايه بقى، اجلو، بمعنى منزل من الجليد. 14، it is easy to، من السهل انك، نقط warm or cool around houses، في المنازل المستديرة، من السهل انك ايه، تحتفظ بالدفء او ايه، او البرودة، هتبقى الاجابة keep، keep warm او keep cool. 5، scientists، العلماء، وبعدين نقط predictions، تنبؤات، مع كلمة تنبؤات بنستخدم كلمة ايه، make، يعني العلماء يقوموا بعمل تنبؤات for the future، للمستقبل، every day، كل يوم. صفحة 191، وديت أسئلة الايه، القواعد. 1،
الناس ايه مش want ايه all نقط electric cars، يعني الناس مش كلها هتستخدم السيارات الكهربائية. طيب انا عارف الاجابة بقى ازاي كده. want يجي بعدها الفعل في المصدر، هتبقى الاجابة use، هي دي مصدر. اما ديت ماضي ودي فيها ايه ing ودي فيها اس مش مصدر. اتنين I think اعتقد drones الطائرات بدون طيار، will سوف نقط food يعني سوف تحضر الطعام. هنا عندي will يجي بعدها الفعل في المصدر، دي المصدر bring، طبعا ده اللي هو زمن ايه المستقبل البسيط، دي فيها اس متنفعش فا ان جي وديت ماضي. الطيارات دي هتحضر الطعام والطرد للايه طرود يعني للمنازل to the house المنزل. تلاتة the garden الحديقة وبعدين نقط be on the roof سوف تكون على السطح. هعرف الإجابة ازاي بقى، ده فعل في المصدر be يبقى يجي قبليه will مستقبل. أربعة how does Dina think كيف دينا تعتقد people will إن الناس ايه سوف تحصل على ايه their electricity الكهرباء بتاعتهم. عندنا بردك will يجي بعدها مصدر تبقى get. صفحة 192 خمسة there will يعني سوف يكون هناك lots of solar panels كثير من الألواح الشمسية، زي ما قلنا will يجي بعدها الإيه المصدر هتبقى be مستقبل بسيط. ست I think أعتقد people الناس نقط drive a car مش هيسوقوا بقى سيارات سنة إيه 2080. طيب سنة 2080 يبقى مستقبل، وايه كمان ما عندي هنا كمان I think دي بيجي معاها مستقبل بسيط هتبقى الإجابة won't. طبعا عندي مصدر ها يبقى ناقص ايه نجيب ايه won't. سبعة what not life be like يعني ماذا سوف تكون الحياة in cities في المدن in the future في المستقبل. in the future تدل على زمن الايه المستقبل يبقى هنجيبه will. كمان عندي هنا be هنا فعل في المصدر يبقى لازم يجي معاه ويل. تمام بيقول لي سنة 2080 I think أنا أعتقد زي ما قلنا بقى I think يجي معاها إيه مستقبل بسيط، فهنا محتاجين ويل مستقبل مع ويل. أعتقد إن إحنا سوف إيه all have a driverless car هيكون عندنا كل واحد عنده إيه سيارة بدون سواق ماشية لوحدها. تسعة will زي ما قلنا بقى يجي معاها مصدر تبقى have. will she have a garden هل هي هيكون عندها حديقة على السطح بتاع منزلها يعني. عشرة I think أنا أعتقد that drones الطائرات بدون طيار not bring our food لسه قايلين معناها دي سوف تجلب الطعام والطرود سنة 2080. و I think قلنا مستقبل باستخدام will في اتنين will go و will بس. الصح هي will بس عشان ده فعل مصدر اهو will bring سوف تجلب، اما دي هتبقى ايه كلام غلط خالص. 11 وبعدين نقط بي 17 years old هكون عمره ايه قبله من العمر 17 سنة next month الشهر القادم مستقبل. تمام مستقبل بسيط يبقى will be في الحالة دي الجملة بتعبر عن ايه عن حقيقة ان هو هيكون عمره 17 سنة. 12 I think the weather أعتقد إن الطقس نقط be hot tomorrow غدا خلاص كده إيه بقت واضحة I think مستقبل مع will طبعا إيه في المعنى won't سوف يكون إيه مش هيكون يعني مش هيكون نفي مش هيكون حر غدا tomorrow كمان إيه تدل على المستقبل. السؤال اللي بعده read and correct اقرأ وصحح الإجابة جاهزة بس إحنا عايزين نفهم الإيه سبب الإجابة. واحد being تشيل ing وتبقى مصدر عشان هنا ايه would will. اتنين want يجي بعدها مصدر يبقى جوز هتبقى جو كله بقى ايه نفس الكلام. تلاتة took هتبقى مصدر take عشان جت بعد will. اربعة been تبقى مصدر be عشان ايه وجود will. will هنا يجي بعدها مصدر يبقى having هتبقى have. ستة last دي بتاعت الماضي وده مستقبل هنجيب بدلها ايه next next year يبقى الإجابة next يعني القادم. سبعة مع كلمة perhaps نجيب مستقبل call دي هتبقى will call وعندي كمان tomorrow اتعرفنا ده مستقبل بسيط. تمانية دي بقى على هيئة طلب
بيطلب منه انه ايه يجيب له يعني كوب من القهوة، يبقى هتبقى الإجابة ايه بدل دو ديت هتبقى ويل. 9 ويل يجي بعدها مصدر نشيل الاس تبقى هابن. 10 ويل بعدها مصدر هتبقى بيلد. صفحة 193 أول سؤال listening استماع، تاني سؤال المحادثة عايزين نفهمها كويس. أحمد is asking رامي، أحمد بيسأل رامي about his job عن وظيفته. أحمد بيقول له what's your job ما وظيفتك، مش هنقول أي وظيفة هنا، يبقى هو مهندس معماري من المحادثة، يبقى هيقول I am an architect أنا مهندس إيه معماري. فأحمد راح سأله سؤال قال له an architect designs بيصمم، المهندس المعماري يصمم new buildings المباني الايه الجديدة، يبقى هيقول له ايه ماذا يفعل المهندس المعماري بيعمل ايه، ماذا يعني what. وبعدين designs اخرها اس نجيب فعل مساعد does، نجيب الجملة من الاول what does an architect، وهنا بقى هنقول ايه do، او ممكن نقول ايه what does an architect design، الاتنين صح يصمم يعني. أحمد قال What are you doing at the moment؟ طب أنت بتعمل إيه في الوقت الحالي؟ يعني بتصمم إيه أو كده؟ هنا من الكلام بيقول A house منزل، يبقى معنى كده قال له إيه أنا بصمم منزل. I am designing أنا أصمم A house منزل. بعد كده قال له Where will the garden be؟ أين سوف تكون إيه الحديقة بتاعة المنزل ده؟ فهنا إيه بيتعجب أوه، وبعدين بيقول له أصل مفيش مكان، يبقى معنى كده هيقول ايه زي ما قلنا في الوحدات it will be on the roof، يعني الحديقة ديت هتكون على سطح الايه المنزل. راح سأله سؤال قال له because لان there won't be much space مفيش مساحة في المنزل ده، هيقول له ايه ليه الحديقة هتبقى على السطح why لماذا، نجيب فعل مساعد will، why will the garden be on the roof لماذا سوف تكون ايه على السطح. السؤال اللي بعده اختياري 1 A أو an وبعدين نقط is a large circular tent يعني خيمة دائرية كبيرة that people can live in يستطيع الناس يعيشوا ايه فيها، اللي هي طبعا ايه yard، ده تعريف ايه خيمة دائرية الشكل. 2 wind turbines اللي هي ايه طواحين الرياح، will make سوف تعمل ايه هتعمل electricity سوف تولد الايه الكهرباء. وكلمة توربينات ديت لها نطقين تقولها turbines او turbines الاتنين صح. صفحة 194 رقم 3 solar panels اللي هي الايه الالواح الشمسية get their energy بتحصل على الطاقة بتاعتها from the من الشمس sun. 4 نقط can leave the earth يمكنها ان تغادر الارض to the moon وتتجه الى الايه القمر، اللي طبعا الروكتس الصواريخ. 5 when there is a او an عندما يوجد ايه we feel the ground suddenly moves تشعر ان الايه الارض بتتحرك فجأة اللي هو الزلزال earthquake. 6 in the future في المستقبل people will use الناس سوف تستخدم a نقط that flies اللي بتطير بدون طيار قلناها كذا مرة درون طائرة بدون طيار. 7 there will be سوف يكون هناك نقط for electric cars للسيارات اللي بتدور بالكهرباء ايه next to the houses بجوار الايه المنازل هتبقى ايه يبقى فيه chargers يعني ايه شواحن تشحن السيارات دي. 8 I think انا اعتقد we نقط more robots احنا ايه هنستخدم هو هيكون عندنا يعني مزيد من الروبوتات in our schools في مدارسنا مع I think هنجيب مستقبل باستخدام will have. 9 will there مع will هيجي مصدر هتبقى be. 10 where will you نفس الكلام will يجي مع مصدر هتبقى go اين انت سوف تذهب ايه او تكون باجازة يعني go on holiday. السؤال اللي بعده read and correct اقرأ وصحح، هنشوف ايه سبب الإجابة ديت. 1 would دي هتبقى will زي ما قلنا مع I think نجيب مستقبل باستخدام will. 2 زي اللي فوقيها I think يجي معاها مستقبل will زائد المصدر يبقى have دي هتبقى will have.
تلاتة want يجي بعدها ايه؟ مصدر، يبقى جوز، هتبقى جو بس مصدر. أربعة will يجي معاها برضك ايه؟ مصدر، يبقى to have دي هتبقى have بس. الفيديو انتهى، أتمنى لكم دوام التوفيق.